يحمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وللفراعنة تاريخ عظيم مع البطولة الكبرى في القارة السمراء. توج منتخب مصر بالنسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في السودان عام 1957، ثم أحرز اللقب الثاني في النسخة التالية عام 1959 على أرضه. ربيع جمال عبد الحميد وماشي جمال بيستنى ورا بيلعبها لشوقي غريب، شوقي ماشي ماشي شوقي بيلعبها لمصطفى عبده بتعدي وخدها بيلعبها لشوقي غريب، هو جول هو جول. لقب عصيا على المصريين حتى عام 1986، حيث فازت مصر بالتنظيم ثم بالكأس الغالية للمرة الثالثة في تاريخها، وكان ذلك تحت القيادة الفنية للمدرب الويلزي مايك سميث. ثم جاء العام 1998 والذي سافر فيه المنتخب الوطني الأول دون أي آمال في تحقيق مركز متقدم، وصنع جنرال الكرة المصرية الراحل محمود الجوهري المعجزة وعاد إلى القاهرة بكأس الأمم الإفريقية بعد تقديم بطولة رائعة من حيث الأداء والنتائج. وفي الألفية الجديدة استطاع المنتخب أن يحتكر كأس الأمم الإفريقية بعد أن توج بها ثلاث مرات متتالية، في عام 2006 على أرضه ووسط جماهيره، وفي عام 2008 على أرض غانا، وكان اللقب الأخير في أنغولا عام 2010 تحت قيادة القدير المعلم حسن شحاتة. لم يتأهل المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لخمس مرات أعوام 1972، 1978، 2012، 2013 و2015، فيما انسحب من المشاركة ثلاث مرات لأسباب مختلفة. ويأمل المصريون في مشاركة قوية عندما يظهر المنتخب الوطني الأول للمرة الرابعة والعشرين في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022 تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، فهل يحقق المفاجأة ويتوج باللقب؟ طبعا البعض هيحاول يقولك ايه ده قناة الاهلي او اسلام الشاطر بيحاول يصدر، لا انا ما بصدرش ولا بعمل حاجة، كل التحية يعني او كل المساندة الواجبة والدعم الكبير لمنتخبنا الوطني وكل شيء، ولكن في النهاية لما يطلع مدير فني يقول هذا الكلام اعتقد ان ده شيء خاطئ، وجهة نظري قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة. كلام مهم جدا، اتمنى انا خليت الموضوع 50-50، ما رضيتش اقول ان ما ينفعش يتقال مثل هذا الكلام، قلت ان هو يمكن بيعمل خطة استراتيجية لما هو قادم مع بقية المنتخبات الاخرى، وبالتالي يستحق المساندة والمساندة واجبة، وده هنشوفه ان شاء الله يوم 6 فبراير، وده الاهم بالنسبة لنا ان يصل منتخبنا الوطني الى المباراة النهائية ويلعب المباراة النهائية ويفوز بهذه البطولة.